طيلة 3 عقود من الزمن، وهذا المسن يعمل في الحرم المكي كمراقب أبواب بعد أن ورث هذه المهنة من والدته التي كانت تعمل بالمسجد الحرام لأكثر من 27 عام. خدمة الحرم المكي وراثة في عائلتنا. طبعاً الوالدة خدمت 27 سنة، وأنا الآن خدمت 19 سنة، ولدي تركي معاي له 6 سنين، ولو تاحت لي إن شاء الله الفرصة أن يخدموا أبنائي في إدارة الأبواب، إدارة مهمة يعني فيها يعني نستقبل الزوار ونستقبل الحجيج والمعتمرين ونرشدهم. تمسك خالد الحربي بوصية والدته التي وصت أبنائها وأحفادها بخدمة المعتمرين والمصلين والزوار طوال حياتهم. حبيت أن ولدي يجي معايا هنا وشاركني الأجر وشاركني العمل وطبيعة العمل أنا وياه، وأعلم العمل كيف التعامل مع الناس وحسن الخلق معاهم. أي واحد له شيء مستغني في المكان هذا. أنا جدتي كان شغال هنا، بعين ما شاء الله تبارك الله أبويا، بعين ولده، وإن شاء الله إذا الله أراد إن شاء الله يكبر يتجوز، إن شاء الله حتى يبي نخليه هنا. أنا شرف نشتغل في البيت ده، أهم شيء هذا شرف ومكان مقدس. العمل ركبة أبويا عمل يعني شرف لنا كبير، يعني نشتغل بنفس البوابة ويمنع يعني يعلمنا الحاجات الممنوعة ونستقبل الحجاج. 147 بابا خصصتها رئاسة شؤون الحرمين لدخول المعتمرين والمصلين بشهر رمضان، وذلك بعد فتح الحرم بكامل الطاقة الاستيعابية. من الحرم المكي، سلطان السلمي، العربية.